20 ثانية ومصفر الحكم. ضربة حرة غير مباشرة تتلعب على طول وما فيهاش حاجة، وبيقول لهم العبوا وفرصة هدف ثالث، فرصة هدف ثالث وترقيها. ولها الزمالك فرصة محمد إبراهيم، لها المباراة بهدف جميل محمد إبراهيم في كورة مبخته على الشرطة. محمد إبراهيم في الدقيقة الثالثة وقت ضائع يحط الهدف الثالث لنادي الزمالك عشان يبيض الملعب، وعشان اللي كان واقف على ترتيب صوابعه يرقص، وعشان خاطر الزمالك يبقى عنده 49 نقطة، وفي انتظار الأهلي بكرة وفي انتظار الإسماعيلي بكرة. والكرة اللي فاتت اتلعبت على طول ما فيهاش أوفسايد، ورقص حلو قوي قوي قوي، ثلاث أهداف حلوة لنادي الزمالك. إنما ما نبخس حق الشرطة وطلعت يوسف النهاردة، إنما هي فرق مهارات. طلعت يوسف لعب جماعي في الشوط الأول كويس، ثم في الشوط الثاني حصل نوع من التغيير مش محله، اخترقت الامور، المهاره بتاعت الزمالك اشتغلت، جعفر وشيكابالا حطوا هدفين ودي